اصدقاء مريضه خبروني انها مريضه بدها تنام. انا بوصل رساله انه الكل انه الشيء مش سهل. لو تكون مرتك او بنتك او اختك حاطه لها كاميرا بيشوفوا تحركاتها سواء كانت بحجاب او بدون حجاب، يعني هذا غلط، يعني ما بينفع يصير يضل الوضع مستمر هيك. الرساله رحت زرت بنتي فوضعها ما اعجبني ولا اعجبني اي سجينه معاهم، منظرهم مؤلم. يعني انا نفسي لما شفتهم لحد الان زرتهم الاثنين اللي فات واخري اثنين اللي 9 ايام زرتهم، انا نايمه الفراش من شفتهم محشورين في غرف، في غرفه واحده، إيه لا بيطلعوا لا بيروحوا مطبخ لا بيطلعوا مغسله لا بيروحوا، ولا وضعهم مأساوي مأساوي على الآخر. احنا جايين نوقف التضامن ونتمنى ان الكل يوقف مع هالأسيرات. انا بالذات يعني انها بنتي كمان مصابة، يعني هي بحاجة انها تطلع الساحة برا، بحاجة انها تمشي. يعني هلا وضعها صار اخطر من يوم ما اعتقلوها، اليوم 21 يوم ما مضربات عن الفورة. رسالتي انه عن جد ان وضع الاسيرات صار صعب اكثر من اللازم، وبتمنى انه المؤسسات الحكوميه والكل انه يتحرك، لانه بهيك يعني تضيق عليهم زاد، وانه حريتهم تقيدت، وانه ما بصير انه لدرجه توصل انه لا يعرفوا لا يطبخوا ولا يعرفوا يتحركوا، يعني حتى في الوقت الحالي مش راح يعملوا رياضه، يعني مش راح يتحرك. جينا نوصل رساله انه احنا ما بنقبل هذا الشيء، وهذا ظلم وهذا انتهاك صارخ لحريه الاسيرات. كنا جسم واحد، كنا هيكل واحد ضد هذا الانتهاك، ومع الاسيرات حتى النهايه، حتى الحريه القريبه ان شاء الله.